أحزاب الأحزاب والسياسيين وأيضا المجلس القومي للطفولة والأمومة. خليني في الأول كده أعرف دور المجلس القومي للطفولة والأمومة. هو السلطة العليا المعنية بكل ما يخص الطفولة والأمومة، ومن أدوار المجلس هو اقتراح السياسات، ومن أدواره كمان هو التشبيك والتنسيق بين الجهات المعنية. الأسبوع اللي فات، في نص الأسبوع اللي فات، احنا تشرفنا بزيارة من سيادة النائبة والزملاء التنسيقية بالضبط، وهم جم شرفونا وعرضوا على المهندسة نبيل عثمان الخطوات اللي خدوها في المبادرة، وكان لقاء مثمر جدا. اتكلمنا احنا الطرفين عن الخطوات اللي اشتغلوا هم فيها والخطوات اللي احنا اشتغلنا فيها، سواء الخطوات اللي خاصة بلجان الحماية، خط نجدة الطفل، المبادرات اللي تمت قبل كده عن طريق المجلس القومي للطفولة والأمومة الخاصة بالتعليم زي ما حضرتك كنت بتحكي، الخاصة بالحماية زي ما حضرتك صحيح. كنت بتحكي، والخاصة بالنشأ والطفولة المبكرة. كان في كمان زيارة خاصة ليهم بخط نجدة الطفل 16,000. أنا يعني بستغل وجودي هنا في المكان إن أنا أتكلم صحيح. عنه. خط نجدة الطفل هو 16,000، هو خط خاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بيستقبل أي شكاوى خاصة بالطفل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع في سرية تامة من مبلغ. واللي بيختلف هنا إن هو بيتم إحالة الحالة ومتابعتها لحد الوصول لحلها. أنا كنت لسه أسأل حضرتك عن ده، يعني ماذا بعد التبليغ؟ أنا عشان أتصل على 16,000 خط نجدة الطفل، شفت طفل معنف، شفت حاجة أنا مش قادرة أستوعب إنه طفل موجود فيها، وأنا مش صاحب الحالة، أنا كواحد شفت ده أقدر أتوجه وأبلغ؟ إيه اللي بيحصل بعد كده؟ حضرتك تقدري تبلغي من غير ما تكشفي عن هوية حضرتك. بيكون في إحالة فورية للحالة للجهات المعنية، بيكون في متابعة إن هو المشكلة نفسها أو البلاغ نفسه يتحل لحد ما تنتهي الحالة تماماً ونطمن عليها. يعني النهاردة كمان كنا بنتكلم على مسألة تغيير القوانين الخاصة بالطفل في حال ارتكاب جرائم ما. ايه الجديد في هذا الامر؟ بالضبط، النهارده كان في مؤتمر رفيع المستوى لاطلاق المراجعه الاستراتيجيه نحو عداله صديقه للطفل في مصر. وده كان برعايه المجلس القومي للطفوله والامومه وبعض الوزارات المعنيه، وده بيتكلم عن عداله صديقه للطفل، سواء كان الطفل واقع تحت طائله القانون فعلا او هو مضطر ان هو يكون في احتكاك بالجهات القانونيه، سواء كان شاهد، سواء كان في نزاعات أسرية أو حاجة كده. لكن ملهاش علاقة بأنه الطفل يكون يعني داخل جريمة ما مثلا، يعني لا ليها بيحصل علاقة. بقتل خطأ طبعا. بين أطفال بيحصل وبنشوف ده طبعا طبعا ليها علاقة، ليها علاقة بهذا الوضع. وإيه الجديد في هذا المقترح؟ الجديد أنه هيكون في استراتيجية واتجاه خاص بتغيير هذا الأسلوب نحو عدالة صديقة للطفل في مصر. هيكون في تدريب وتأهيل لكل الجهات المعنية اللي بتشتغل في هذا المجال حتى تشريعيا. الحقيقة يعني احنا ساعدنا كمبادرة نشء ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان احنا حضرنا المؤتمر النهاردة، والحقيقة بنهني دكتورة نيفين عليه. الحقيقة انه يعني كان في طبعا معالي الوزيرة، وزيرة التخطيط دكتورة هلا السعيد ودكتورة نيفين القباج، و ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة وبعض الجهات التنفيذية. وكان جميل ان احنا نبدأ نسمع انه بقى عندنا داخل النيابات مكتب خاص بحماية الطفل، انه الاطفال اللي بتكون هناك متواجدة سواء بقى هو كان شاهد او تم الاعتداء عليه او في خصومة إلى حد ما قانونية إن هو لا قام بجريمة، إزاي يكون في آليات مختلفة للتعامل، وإنه القضاء والسادة وكلاء النيابة حصلوا بالفعل على العديد من الدورات التدريبية اللي تأهلهم إزاي يتعاملوا مع الأطفال هناك، وخاصة كمان ومحاكم الأسرة وما إلى ذلك. بالضبط في الوضع يا دي بالضبط. هل كان في مطالبات من الناس بتغيير القانون ده أو النظرة المختلفة للعدالة تجاه الطفل، او يعني كان ايه الدواعي وراء هذه المبادره؟ الطفل عموما ليه معامله خاصه، لازم يكون اي حد بيتعامل معاه سواء في هيئه قضائيه او سواء تعليميه او صحيه، لازم يكون ليه معامله مختلفه عن ما بكون بتعامل مع راشد.
فمبادرة زي دي أو استراتيجية زي دي هتحقق الهدف من أنه يكون الهيئات القضائية ووكلاء النيابة قادرين أن هم يكون عندهم الوعي الكافي بالتعامل الخاص بالطفل وبشخصية الطفل. صحيح، مش بس بتهيألي الطفل العادي، كمان الأطفال، أطفالنا من ذوي الهمم، أنه يتم تطبيق كود الإتاحة الخاص بيهم، سواء الجانب الخاص بإخواتنا وأهالينا من ذوي الإعاقة الحركية أو السم وضعف السمع، أن يكون في مترجمين للإشارة عشان لو حد منهم كان متواجد داخل الأروقة هناك. وأعتقد أنه يعني إحنا بنتكلم أنه في استراتيجية حقوق الإنسان، فبالتالي في تغييرات كتير حصلت، وايضا في كان من ضمن اهداف المبادره وايضا المجلس القومي للامومه والطفوله، المجلس القومي للامومه والطفوله، ان يكون في استراتيجيه خاصه بالطفوله المبكره. وكنا بنتكلم انه مصر بتحتل المركز ال 34 من منظمه حقوق الطفل عالميا، كان 162 دولة هي احتلت على المركز ال 34 على مستوى العالم في تطبيقها لحقوق الطفل. احنا بنتكلم ده انه من سنة 2016، فاحنا بنتحدث على في خطوات استباقية، انه ما بقاش عندنا فكرة السجين او المسجون، السجن او المسجون، فكرة مراكز الإصلاح والتأهيل. ده بالنسبة للبناء الكبار والتغيير، فكرة البناء والتغيير. لأنه احنا ودي نقطة الحقيقة مهمة جدا النهاردة، لما يكون عندنا طفل واقع تحت طائلة القانون، أنا عايز منه إيه في السن ده؟ أنا عايز أغيره، عايز أنمي في مهاراته، عايز فعلا أفعل التغيير اللي أنا محتاج إن هو يوصل له، أنا هستفيد وهو هيستفيد. وده اللي أنا شايفة إن هو بيتحقق فعلا من خلال المبادرة، شايفة بنود تفعيلية لمسألة تنمية وتطوير المهارات وحتى تغيير الصورة النمطية اللي موجودة لطفل موجود في مشكلة زي دي. بالظبط. خليني أرجع تاني للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هو أوجه التعاون اللي ممكن تكون بتتم مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. من أهم الحاجات اللي ركزنا عليها هي استراتيجية الطفولة المبكرة. خليني بقى هنا أسترسل شوية في الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة ده هو السن من 0 لـ6 سنين. ليه الطفولة المبكرة بالذات بنركز عليها؟ لأن دي المرحلة العمرية اللي الطفل بيكون شخصيته، بيكون هويته الوجدانية، بيكسب ثقته بنفسه. يعني خلينا نقول دول أهم 6 سنين في حياته. علشان أهتم بالطفل في المرحلة دي، أنا لازم أكون بعمل استراتيجية واضحة وصريحة لهذه الفئة العمرية. الاستثمار في المرحلة دي هيعود مش بس على الأفراد بنتائج إيجابية، لكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الوطني هيعود عليها بنتائج إيجابية. حاليا في مصر في 4 مليون طفل تحت 6 سنين معرضين لخطر الفقر. ايه خطر الفقر اللي ممكن اكون بتكلم عليه؟ هو عدم وجود مثلا غذاء ملائم لهذه المرحلة العمرية، عدم وجود كواليتي، خلينا نقول زي اسلوب تعليم او فرص تعليم مناسبة للمرحلة دي، الرعاية الصحية الخاصة بالمرحلة دي، ممكن يكونوا بيتعرضوا للعنف بشكل مباشر أو غير مباشر في المرحلة دي. بالتالي كل ده هيأثر بالسلب على التنمية البشرية في المرحلة دي، وهيأثر بالسلب على أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية على المستوى الوطني. ومن هنا كان في اهتمام واضح وصريح من التنسيقية ومن أستاذة هدى بالأخص يعني. ومن هنا خليني أقول إحنا ابتدينا نعمل إيه. الدولة مهتمة جدا جدا بتنمية الطفولة المبكرة في المرحلة دي، وأول خطوة فيها هو إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاستراتيجية الخاصة بالطفولة، بتنمية الطفولة المبكرة في مصر. هيصاحب هذه الاستراتيجية خطة تنفيذية بيقوم بها المجلس وشركائه على الأرض. ماذا تتضمن هذه الخطة؟ لأنه ده اللي أنا عايز أعرف. حضرتك تحدثت عن التحديات اللي موجودة في عمر الطفولة المبكرة من 0 لـ6 سنوات. أهم التحديات اللي أنتوا بتشتغلوا عليها في الخطة دي، الخطة التنفيذية، ودي كلمة مهمة، إنه إحنا مش في وقت إن إحنا نحط خطط على ورق، إحنا عايزين ننزل نحل المشاكل اللي الأطفال بتتعرض لها واللي بنسمعها وبنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت. بالظبط. المشاكل اللي أنا سردتها في الأول،
اللي هي اللي ليها علاقة بالتعليم، اللي ليها علاقة بالتغذية الأمومة والطفولة، اللي ليها علاقة بأنه يكون في فرص واضحة من الرعاية الصحية، اللي ليها علاقة بالعنف. هي دي التحديات اللي بنتكلم فيها. خليني المقترحة داخل خليني أتكلم بقى زي ما كنا بنحكي كده قبل كده، أنه المجلس بيقوم على الشراكات علشان أقدر أعمل خطة فعلاً أو استراتيجية تقدر تنفذ على الأرض. لازم أعمل خطة ولازم أشارك فيها المجتمع ككل. مين شركائنا؟ خليني أقول إن الوزارات المعنية والجهات المعنية مشتركة معايا، القطاع الخاص مشترك معايا. وحالة التكاملية دي يا باشمهندسة هي اللي يمكن بتخلينا نوصل لنتائج أسرع، ودور تنسيقية شباب الأحزاب الحقيقة والسياسيين إنه بنوصل للناس بطريقة أسرع، موجودين وسط الناس، موجودين في كل القرى والنجوع، أفكار مختلفة، أفكار جديدة، نقدر نكلم الناس بلسان حالهم، بالناس اللي موجودة حواليهم اللي شبههم، الرائدات الريفيات واللي شفناهم في حياة كريمة. ده بيخلي الناس تسمع أكتر ويخلوا الحديث قريب من خلال مبادرة النشأ. إيه الحاجات اللي عايزين توصلوها للناس عشان تنتبه لمسألة رعاية النشأ منذ البداية؟ زي ما ذكرت في البداية أنه من ضمن المخرجات الخاصة بالمبادرة أن احنا بنبدأ نشتغل على جانب يخص أوراق سياسات ومقترحات وجانب تنفيذي للمبادرات. من ضمن مثلا الأفكار المقترحة والأوراق السياسات اللي اشتغلنا عليها في الشهور اللي فاتت، أنه يكون عندنا مبادرة طبعا ده مش مجهود فردي، أنا بشكر طبعا مش مهندسة أن هي ذكرت الاهتمام بالطفل، ولكن إحنا مجموعة عمل كبيرة. يمكن خليني أوجه التحية لزملائي النائبة الحبة عبد الغني مسؤولة المبادرة، وزميلتي هدير زيدان ويوستينا ونور الشيخ محمد طارق، إحنا كتير، وكل زملائي في أعضاء التنسيقية. فكرة أن يكون عندنا مبادرة أساسها وهي اسمها مبادرة مدارس آمنة بلا عنف، منوط بيها الجانب الخاص طبعا بالطفولة. إزاي نبدأ بشكل مختلف، مش مجرد ندوات توعوية، إن مش عايزة أخوض في التفاصيل دلوقتي، بس هتكون حاجات مختلفة الولاد يكونوا حابينها تهدف للتقليل، مش هنقدر نقول القضاء بشكل 100%، بس التقليل بشكل كبير للعنف في المدارس. ان شاء الله نوصل للقضاء. ان شاء الله. يعني إن شاء احنا في حاجات كتير لازم. كنا شايفينها مستحيله بقينا شايفينها موجوده دلوقتي. صحيح. وافكار كنا بنشوف ان احنا بقى يعني ما نقدرش نوصل لها بقينا شايفين انها بتتحقق. صحيح. فالحقيقه انه حتى الاسم لطيف والافكار هادفه ومثمره، واحنا يعني عايزين مزيد في مجال الطفوله والامومه، احنا محتاجين مزيد من المبادرات، و بنسعد بالشغل اللي موجود وبالمبادرات اللي بتحصل لانه احنا في احتياج لده. انا بشكركم شكرا جزيلا على هذا الحديث المثمر الحقيقه. ضيفاتي اللي منورينا في الاستوديو المهندسه سوزان غالب، عضو المكتب الفني بالمجلس القومي للطفوله والامومه ومسؤول برنامج الطفوله المبكره، والنائبه هدى عبد الستار عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ومسؤول مساعد مبادره النشأ. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا. ودلوقتي نسيب حضراتكم لفاصل، نرجع بعده نكمل كلامنا، خليكم مستنيين.